طيب عموما احنا ما زلنا مع نجمتنا وحبيبتنا فردوس على الشاشة، وسبحان الله نشوفها هتقول ايه. انا احب قوي ان انا اطرح على مدام سميحة ايوب سؤال بصفتها عصرة نهضة المسرح. عايزه اقول لها وبكل المرارة، ايه رأيك في المسرح دلوقتي وحال المسرح الآن؟ ساعد صفا حاله لا تصر عدو ولا حبيب. صفاء بسعود، نشكرك جدا على إتاحة الفرصة لنا لمشاهدة القديرة سميحة أيوب. شكرا. والاستمتاع بحوارها الراقي، وأنا شخصيا من أشد المعجبين بها، إلا أنه لدي تساؤل أرجو ألا يجعلها تغضب مني، ولكنني أسأله لمجرد العلم بالشيء فقط. لقد قرأت وسمعت كثيرا أن السيدة سميحة أيوب غاضبة من المسرح الخاص، وأنها لا ترغب إطلاقا في الاشتراك فيه. وبودي أن أسألها، هل ترى سميحة أيوب أن اسمها من الممكن أن يكون اسم يحمل مسرح قطاع خاص يجعل شباك التذاكر يهتز مثلما فعلت بعض النجوم الأخرى وهي ابنة القطاع العام؟ مرة أخرى أرجو أن يغضبها سؤالي، ونحن في انتظار مشاهدة أعمال مسرحية جميلة محمد نبيل دولة الإمارات العربية. عايز يقول إيه؟ مش فاهمة. يعني عايز يسأل حضرتك، يقول لك إن القطاع الخاص ده الإقبال الشديد اللي عليه ده، مثلا الله أعلم إذا كان ده وجهة نظره، يقول هل اسم حضرتك لو اتحط في القطاع الخاص يجيب جمهور كبير؟ دي حاجة بتاعت ربنا يا أخوي. يعني هل مواصفات القطاع الخاص عايز؟ ما انا بقول ما بشتغلش في القطاع الخاص. بمواصفات خاصه؟ لا، انا بقول انا ما بشتغلش قطاع خاص. يعني ده السؤال ده يطرح لو اقول انا هنزل اشتغل قطاع خاص. فممكن حد يسالني يقول لي يعني لا مؤاخذه من غير ما تزعلي، نعم، انت هيبقى ارش كومبلي مثلا؟ اشمعنى في المسرح العام بيبقى ارش كومبلي؟ ارش كومبلي. طيب دول مش بني ادمين ودول مش بني ادمين. يعني اقدر اقول انه سميحه ايوب اختارت ان تكون نجمه جمهور مسرح القطاع العام فقط؟ هي مش مساله اختيار، هي مساله تكوين. نعم، تكوين. يعني تكوين، انت عايشه في البيت ده واخده عليه. ما تتخيليش، انا ما اتخيلش ان انا ابقى واقفه اقول يعني بعمل نص وواحد واقف يقول نكت مع الجمهور. طب ازاي؟ ازاي؟ ما هو ده. طب نشوف شاشتنا؟ نشوف شاشتنا. يلا. الفنانة سميحة أيوب يعني حديث يطول، سواء في الجانب الإنساني أو في الجانب الفني، لأنه شخصية مدام سميحة شخصية غنية جداً، ويعني لا أبالغ لو قلت إنها شخصية عظيمة. فهي على المستوى الإنساني مثلا يعني أم لكل الشباب والفنانين من الأجيال الجديدة، وأخت أيضا لكل الفنانين اللي بيشتغلوا معاها. تجد أنه العلاقة بينها وبين زملائها وزميلاتها من الفنانين علاقة إنسانية جيدة جدا، دافئة جدا، حنينة قوي، فيها جوانب كتير عظيمة. يعني أنا شخصيا من خلال أكثر من عمل يعني أسعدني الحظ أن أنا أشترك فيها مع مدام سميحة أيوب، لمست هذا الجانب بشكل كويس. يعني أنا أذكر أنه في مسلسل جموح امرأة، وده من أعمالي المبكرة وكنت لسه جديد، أذكر قد إيه هي يعني كانت بتحتضني ويعني بتريحني وتمتص توتري إذا في مشهد مثلا بيني وبينها. فده جانب إنساني طبعا يعني لا يغفل في الحديث عن الفنانة سميحة أيوب. هل يعطل العمل الإداري
الفنان عن إبداعه؟ هل عطل إدارة المسرح الفنانة سميحة أيوب عن إبداعها المسرحي؟ ما عطلنيش طبعا. عطلتش خالص؟ لا ما عطلنيش، بس انا كنت يعني ايه اصبحت مقله. يعني بدل ما كنت اعمل مثلا 4 مسرحيات في الموسم، بقيت اعمل كل موسمين مسرحيه علشان ادي الفرصه للاخرين. للاخرين.